السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم في قناتي تي كروشيه، ومرحبا بكم في فيديو جديد، وإن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. اليوم غادي نخدم معكم هاد لاكوفيرتور تاع بيبي. تشوفوا هي وينا هاد لاكوفيرتور. نخدم معكم غير الجزء الأول، وانتم تكملوا هذه بروحها. نبدوها من الوسط ونجيو طالعين طالعين طالعين، نكملوها حتى للطول المناسب اللي انا باغيناه. وكو عارفين لي كوفيرتور يبدو من 75 سنتيمتر وطلع، يعني 75 80 90 100 120، وانتم لي الطول ولا العرض اللي حبيتوه. راكو تشوفوا كيما راكو تشوفوا هاي وينا. غادي نبدو بسم الله. عندنا الخيط خدمت بهذا اللي هو تاع شوفال بلون اوريون، ونخدمو انا استعملت الكروشيه رقم 4.5 مليمتر. نبدو بسم الله على بركة الله. نديرو عقدة البداية اولا بسم الله. نطلعو نديرو 4 سلاسل، واحد زوج ثلاثة أربعة. في أول سلسلة غادي ندخلو نديرو عمود، عمود نعاود نديرو سلسلة فراغ في نفس المكان، غادي ندخلو نديرو عمود بلفة، عاودو سلسلة فراغ عاودو نديرو عمود بلفة. بهذا الشكل غادي نخدمو 8 أعمدة، سلسلة فراغ وندخلو في هذا نفس الفراغ ونديرو عمود. بعد ما كملت 8 أعمدة كما كتشوفو بيناتهم فراغ، سلسلة فراغ، ندخلو في ثالث سلسلة نديرو منزلقة هاد الشكل. نعاود ندخلو في هذا الوسط، هذا الفراغ بين العمود والعمود اللي بيناتهم سلسلة، غادي ندخل ندير غرزة حشو. في الفراغ الموالي غادي نديرو 7 أعمدة، واحد 2 3 4 5 6 7 بهذا الشكل. نعاودو نروحو لهاد الفراغ ونديرو غرزة حشو، نعاودو ندخلو في الفراغ الموالي نديرو 7 أعمدة، واحد يعني صدفة متكونة من 7 أعمدة، ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة. نعاودو نروحو لهنا الفراغ نديرو غرزة حشو، وهنا نديرو صدفة متكونة من 7 أعمدة حتى نطلقو هنايا في أول نقطة البداية تاعنا. بعد ما كملنا الأربعة الصدفات غادي نجيو لهنا لغرزة الحشو هادي الأولى اللي بدينا بها، ندخلو نديرو منزلقة هاد الشكل في نفس المكان. غادي هنا في نفس المكان نطلعو 1 2 3 ونزيدو غرزة فراغ باش نخدمو في، وفي هاد المكان نديرو عمود. نعاودو نديرو 3 سلاسل، 2 3، نعاودو ندخلو في نفس المكان نديرو في واحد اخر، عمود سلسلة وعمود. بهذا الشكل في الاول بيناتهم 3 سلاسل، عاود في الاول في الثاني بيناتهم 3 سلاسل، نديرو 5 سلاسل، واحد
2 3 4 5 باش نروحوا لهنا لغرزة الحشو اللي بين الصدفة والصدفة، وندخلوا نخدموا نفس الشيء اللي خدمناه، عمود سلسلة وعمود. هذا الفي الأول بيناتهم ثلاث سلاسل، واحد 2 3، ونخدمو في واحد آخر. رحنا نشكلو في الزوايا، هادو تاع الزوايا، نشكلو في الزوايا تاع لا كوفيرتور تاعنا. نعاود ندير 5 سلاسل، 1 2 3 4 5، ونروحو للغرزة الحشو اللي بين الصدفة والصدفة تاع 7 أعمدة، ونخدمو نفس الزاوية. نكمل ونعاود نرجع معاكم. فوالا، راني في الأخير، درت الزاوية الرابعة ودرت 5 سلاسل، وغادي ندخلو في تالت سلسلة هنايا ونديرو منزلقة، نتحصلوا على هذا المربع تاعنا فيه 4 زوايا. هذا الشكل 4 زوايا. بعد ما درنا منزلقه غادي نعاودوا ندخلوا في هذا الفراغ، هذا الفي، بعد ما نطلعوا بثلاث سلاسل، 1 2 3، وندخلوا نديروا هنايا في الوسط، نديروا 6 اعمده، 2 3 4 5 6، نتحصلوا في المجموع على 7 أعمدة. ندخلوا في هذا الوسط تاع 3 سلاسل ونديروا غرزة حشو، نعاودوا نروحوا للفي هذا الثاني ونديروا 7 أعمدة، 2 3 4 5 6 7. بهذا الشكل نجيو لهنا، غادي نخدمو غرزة حشو، بصح نخدموها في الوسط تاع نحسبو هنايا، هذا أول وحدة، 2 3، هذه في الرابعة تاع الوسط، ندخلو ندخلو هذا، ندخلو هنا، ندخلو هنايا، نديرو غرزة حشو هذا الشكل، ونروحو ديريكتومون لهنا ونديرو 7 أعمدة، 2 3 4 5 6 7، ندخلو هنايا نديرو غرزة حشو، ونعاودو نكملو نديرو هنا 7 أعمدة، ونعاودو نكمل 7 أعمدة، ونعاود نرجع معاكم. بعد ما كملت 7 أعمدة غادي نعاودو نحسب 1 2 3 في الرابع، ندخلو نديرو غرزة حشو باش نلصقو هاديك 5 أعمدة مع هذا كيما هاك، ونكملو بنفس الطريقة اللي خدمناها حتى لنقطة البداية نتاعنا. فوالا البنات، راني في الأخير كملت الزاوية الرابعة، نحسب 1 2 3 في الرابعة، ها هي وينا، نديرو غرزة حشو، ونروحو تالت سلسلة هنا نخدمو منزلقة. فوالا دروك في هاد المرحلة صاي نبقاو كونا الزوايا الأربعة تاع لاكوفيغتيغ تاعنا. دروك صاي مكعادش تجينا حاجة تا حاجة واعرة، غادي نبدو المرحلة تاعنا هادي هي. دروك غادي كلشي غادي يجينا ساهل، غادي نعاودو السطر التاني، سطرين نعاودوهم على طول لاكوفيغتيغ تاعنا. هنا في هادي هنايا نطلعو، 1 2
ثلاثة ونزيدو سلسلة مسافة ونخدمو في. هنا ما غادي نديرو في واحد كما راكم تشوفوا، ونروحو نديرو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ونروحو لهنا ما بين الصدفتين، وهذا تاع الزاوية الأولى. الزاوية الأولى نخدمو دائما ان في، نتكون من عمود سلسلة عمود ثلث سلاسل، دائما هذه تطلعوا بها كما هكا في هذا الليكوان، هذه تاع الزوايا، عاود عمود سلسلة وعمود، عاود خمسة واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، خمسة سلاسل، ونجو هنا في الوسط نديرو في واحد، عمود سلسلة عمود. بهذه الطريقة تبدا لا كوفيرتور تاعنا تكبر. نعاود واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، نعاودو نفس ال هنا في هاد الزاوية تاعنا نديرو هاد الزاوية، نديرو عمودين، عمود سلسلة عمود، ثلاث سلاسل، عمود سلسلة عمود، هنا هاد الزاوية نديرو هاد الزاوية، عمود سلسلة عمود ثلاث سلاسل وعمود سلسلة عمود. نكملو بهذا المنوال، نديرو خمسة سلاسل، نجو نديرو هنا ان في وخمسة سلاسل، ونكمل نديرو الزاوية، عاود خمسة سلاسل نديرو هنا في واحد باش نكونو المربع تاعنا نشكلوه. فوالا، بعد ما وصلت لاخر سطر درت خمسة سلاسل، وغادي نبلعو بمزلقة في ثالث سلسلة من الفي اللول اللي درناه، مزلقة بهذا الشكل، نتحصلو على المربع تاعنا أربع زوايا بهذا الشكل، أربع زوايا تاعنا. دروك غادي هنايا تجي صاي تجي غادي تجي خدمة ساهلة. نطلعو بثلاث سلاسل، واحد اثنين ثلاثة، نخدمو في وسط الفي ست أعمدة، والثلاث سلاسل اللي طلعنا بيهم سبعة، اثنين ثلاثة أربعة خمسة سبعة، خدنا سبعة أعمدة. نروحو لهاد الصدفة في وسطها نديرو غرزة حشوة مداري، هذا العمود الأول، الثاني، الثالث، في الرابعة هنا ندخلو، هذا تاني تقولو تخلطو تقولو أنا خدمي ست أعمدة، متنسوش هاد التلت سلاسل اللي نعدو عمود، يعني واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، هذا الوسط، نخدمو غرزة حشوة، نشدوها كيما هاك تحت السلاسل، ندخلو نخدمو غرزة حشوة. أربعة وغرزة حشو، ونروحو للزاوية تاعنا عفوا، نخدمو في هاد الفي الأول سبعة أعمدة، سبعة أعمدة، درنا سبعة أعمدة، ندخلو في هذا الوسط تاع تالت ثلاث سلاسل، ونخدمو سبعة أعمدة وحدوخرين في هاد الفي، اثنين ثلاثة أربعة وسبعة، سبعة أعمدة، ونتحصلو على هاد الصدفتين هنا في الزاوية، ونروحو للصدفة تاع هاد الوسط هنا، ندخلو في واحد زوج ثلاثة، في الرابع في الوسط نديرو غرزة حشو، ونروحو نخدمو صدفة هنايا،
نخدمو صدفة هنا، نعاودو ندخلو نديرو هنا غوزة حشو، نعاودو نخدمو هنايا صدفة هنا في البيل الأول غرزة حشو وصدفة متكونة من سبعة أعمدة. يعني نكمل نعاود نرجع معكم. وصلنا لنقطة البداية تاعنا، درت هنا في وسط الصدفة، وسط الصدفة درت غرزة حشو، ندخلو تالت سلسلة نديرو منزلقة بهذا الشكل، تحصلوا على هذا المربع تاعنا. غادي يضربك صايي، العمل سهل. نطلعوا ثلاث سلاسل، واحد اثنين ثلاثة، ونزيدو سلسلة فراغ، نخدمو نفس المكان عمود باش نكونو الفي تاعنا. هاد الفي نعاود نديرو خمسة سلاسل، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، ونخدمو الفي. بعد ما خدمنا خمسة سلاسل نروحو لهاد الغرزة الحشو ونديرو في واحد تاني. حنا غادي درك نأسو باش نخدمو صدفات. في درك في الديب في المرة الأولى كان عندنا خدمنا في هنايا، درنا صدفة واحدة. درك حنا كونا درك زوج تاع لي في، هنا في وهنا في، باش نكونو هنا صدفة وهنا صدفة. درك غادي يبدا المربع تاعنا تاع لا كوفيرتور يوسع، وفي السطر الموالي هكذا يولي ثلاثة ومن بعد ربعة وتكبر. وهنايا هنا ما تنسوش دائما واحد اثنين ثلاثة ربعة خمسة، هنا دائما كلاستر تاع تاع في عمود سلسلة عمود ثلاث سلاسل وعمود وسلسله وعمود. يعني هاد الكلاستر تاع الزاويه يبقى هو هو، ما يتبدلش في كاع الزوايا. وفي الاطراف هنايا غير في واحد باش نديرو صدفه واحده، وهنايا لا، هنايا تاع الزوايا نخدمو هاد الكلاستر، عفوا نخدمو هاد الكلاستر في هاد الزوايا الاربعه. وهنايا دائما هنا في الغرز الحشو الوحده نوحدهم، نخدمو في وحده في وحده باش نكونو من بعد صدفه متكونه سبع اعمده. وهكذا نكملوا العمل تاعنا، نكملوا العمل تاعنا بهذا السطرين. قلت لكم سطرين يتكرروا، صدفه ونعاودو نشكلوا الكلاستر لي في. هذه هي ونكملوا حتى للطول المناسب تاعنا. كما قلت لكم لا كوفيرتور فيها هي 75 80 90 100 120 انتما والطول لا كوبارينه. انا نكمل من بعد نرجع معكم. فوالا البنات، بعد ما خدمت كاع هذا لوطور تحصلنا على هذا الشكل. الزوايا يبقوا كيما هما، تخدموهم شنو هو الفرق. غادي يبقوا هنايا، ها خدمنا هنايا الصدفة الأولى من درنا الفي الأول، وهنا كي طلعنا السطر الثاني ولو زوج. بعد عاودوا كي غادي تعاودوا ديروا كتسمو ديروا وحدة هنا وحدة هنا، يبقوا ثلاثة وإكسيتيغا حتى تكبر معاكم لا كوفيرتور. فوالا هي دي. بعد ما كملت خدمت لا كوفيرتور تاعنا، زدت شبحتها بهاد لي فلوغ، هاد الوردة درت تلت وردات بهذا الشكل كما راكم تشوفوا. وهاد الوردة راني حطيت، غادي نحطها لكم فيديو كيفاش تخدموها. هاي وينا لا كوفيرتور، فوالا جات فريمون شابه. ان شاء الله تكون عجبتكم، والى فيديو اخر. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.